المغربية من أصل 25 لاعبا ضمتهم المجموعة الأولية التي كان مدرب البرتغال الأولمبي قد وجه لها الدعوة استعدادا لدورة طولون. ثلاثة من هؤلاء لم يتمكنوا من المشاركة في هذا المعسكر الإعدادي لدورة طولون: أنس أشعبر بسبب البلاي أوفس مع ناديه فاينورت، ياسين أيوب لاعب إتريخت بسبب الإصابة، أما ميمون ماحي لاعب خرونينغن فهو على قائمة الاحتياط. الثنائي إبراهيم داري ومحمد رايحي يشارك هنا في أول حصة تدريبية للمنتخب. داري لاعب هيراكليس ألميلو ورايحي لاعب البي إس في الفريق الوصيف. إنها فرصة لي أن أبرز إمكانياتي على الساحة الدولية. لاعبون كبار كانوا قد اكتشفوا هنا في تولون. بالإضافة إلى ذلك فإن المنتخب الأولمبي المغربي سيشارك في الدورة. دورة طولون هامة بالنسبة للاعب لكونها تجذب جماهير عديدة وكذلك مكتشفي اللاعبين، وبالتالي أتطلع للمشاركة فيها. أنور الغازي هو ثالث اللاعبين المغاربة في صفوف البرتغال الأولمبي. أنور تغيب عن الحصة التدريبية الصباحية بإذن من المدرب، والسبب أنور كان في العاصمة الإسبانية مدريد. حلم يتحقق بالنسبة لك لأنك تعشق كريستيانو رونالدو، أليس كذلك؟ نصحني كريستيانو رونالدو خلال ذلك اللقاء بأن أستمر دوما في بذل أقصى الجهود وأن لا أستسلم أبدا. قال لي أيضا بأن أعتني بنوعية الطعام وأن أنام جيدا وأن تكون التدريبات شاقة، وهذا نصف العمل. الثلاثي المغربي عبر عن سعادته بمشاركة المنتخب المغربي كذلك في النسخة 43 لدورة طولون، ويحلم بملاقاته هنالك. عبد الإله فريبي، سبورتس، من معسكر المنتخب الأولمبي الهولندي، بوتن.